Mohamed. D'accord. Je n'ai pas les informations, message. D'accord. Merci. Sortie. الو صباح الخير مسيو معك طبيبه تاع ماك اسيستونس رانا وصلنا فتحوا لنا الباب الحاجة زهية صاحبة 85 سنة ابتلاها الله بعدة أمراض مزمنة ما جعل درجة الخوف لديها ولدى أبنائها ترتفع خاصة مع انتشار وباء كورونا. فورا حسينا باللي الام نتاعنا راهي تعبانه نوعا ما شويه، يعني خفنا من هذا الوباء اللي يعني مسيطر على المستوى الوطني الجزائري كامل. قمنا باتصال برقم 33 و99 لهذه المؤسسه الاستشفائيه المتنقله اللي نشكروه بالمناسبه، يعني هم لباوا جاوا يعني في بسرعه كبيره والحمد لله. قلقهم على صحة الوالدة جعلهم يبحثون عن طبيب يسهر على صحتها دون تكبد عناء التنقل، وهو ما وجدوه. الفريق الطبي لماك اسيستونس يقوم بالفحوصات يوميا للمرضى، حيث نتنقلوا عند استقبال المكالمات نديروا الفحوصات نديروا المتابعه التحاليل، ونستلزم الامر الاستشفاء في المنازل. ولكن كما رانا نشوفوا بحدوث لابونديمي تاع كوفيد 19 هناك ضغط كبير اللي رانا نتلقاوه، ولكن الحمد لله اننا نقدروا نوصلوا بفحوصات مجانيه لسكان الجزائر الوسطى، وهذا كله في بيت واحد واللي هو الاحترام تاع الحجر الصحي وتفادي انتشار فيروس كورونا. الخدمة قرر صاحب احدى المؤسسات الاستشفائية توفيرها لامثال الحاجة زهية عبر توفير اطقم طبية تتنقل اليهم. ماك اسيستونس تبرعت بكل اكثر من 10 طاقم طبي وشبه طبي واكثر من 10 سيارات اسعاف لتغطية المواطنين لبلدية الجزائر الوسطى، وهذا من الوباء اللي راه طايحنا دركا. مبادرة إنسانية وبالمجان يبتغي منها أصحابها كسب أجر عند الله والمساهمة في إخراج البلاد من أزمة فيروس كورونا.